يا جماعه احكي لكم موقف ظريف جدا جدا حصل معي اسد مع جورج. احييهم على الافكار الابداعيه حقتهم، فكره السفينه جميل. بعد كده نتكلم على اهم حاجه في الفيديو، كم كلفتك الطلعه دي يا مصر؟ يلا يا جماعة الخير، بعد كده نشوف ان احنا هنمشي وين. هشوف ليه، اذا لقيت ان شاء الله مكان جديد اصوره، اذا ما لقيت مكان جديد اصوره هنقفل حلقتنا على كده وحوريكم كم صرفت انا الليلة. يلا يا جماعة الخير خليكم معي. حقيقة يا جماعة احكي لكم موقف ظريف جدا جدا حصل معي اسد مع جورجي. تمام، طبعا صورت له بالكاميرا 360، قال لي داير لي كم صورة كده انت فوق في البرشوت وديني لها. المهم اديت له، انبسط جدا جدا. المهم جيت قلت له يا خصم يا جورجي، دار اجر منكم السبيد بوت الشكل العربية ده. قام قال لي يا خصم والله انت صاحبي وانا ممكن يعني باخد كوميشن من الحاجة دي، لكن قال لي ما تطلع لانه قال لي الكنترول حقها صعب، ولو حصلت اي خدشة في البحر ولا حصل لها اي حاجة قال لي حتدفع قروش مبالغ فيها. فقال لي يا اخي انت صاحبي، انا ما دارك يعني ما دارك تدفع قروش كثيره وبعدين يحصل للسبيد بوت اي حاجه ويقوموا يغرموك. فقال لي يا اخي نصيحه مني ما تركب. قال لي مش هركب السفينه حقت القراصنه، ما عندك مشكله، لكن دي قال لي ما تركب. نصيحتي لك يعني. وبرضه قال لي يعني اعمل حسابك من الغجر واعمل حسابك من الناس لما تشوفك بتصور وكده، احذر من الناس اللي هم بتابعوك، احذر من البنات. قال لي كمان تحديدا انك انت عند ما تشوف لك، قال لي يو سيم بيوتيفل ليدي. قال لي برضه ده المهم تحذر منهم. فدائما سبحان الله يعني اهل البلد ادرى بشعابهم، بيكونوا هم يعني عارفين الناس الكويسين والناس المش كويسين. فقال لي ما معناه اي واحد حيبتسم لك ولا اي واحد شكله جميل معناها شخص كويس. فقال لي لازم تخليك حذر. يا اخي شكرا لك يا جورجي، شكرا 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 على النصيحه. هسه انا حمشي اركب اللي هي السفينه حقت القراصنه، الشخص الواحد بعشل العالي. يلا حنمشي نركبها لمده نص ساعه. الان طبعا يا جماعه ركبنا سفينه القراصنه، سفينه لوف، هتودينا رحله لمده نص ساعه. احييهم على الافكار الابداعيه حقتهم، فكره السفينه جميله جدا جدا وبتجذب نظر الواحد من بعيد، فاول ما يشوفها يقول داري اجرب السفينه دي. هي سفينه عاديه بس صراحه الديكور حقها جميل جدا جدا. الان ان شاء الله بعد شويه حننطلق عشان في ناس كثيره حاجزين، فان شاء الله ما حناخذ وقت طويل، حنتحرك الان. حصور لكم بالكاميرا العاديه وبالكاميرا 360 واستمتعوا بالمناظر. اهلين وسهلين ويا مساء الخير عليكم، كيف حالكم؟ اتمنى انكم تكونوا بخير. مساء الخير بتوقيتانا يا جماعه. انا خلاص بهذا القدر اكتفي بجد يا جماعه، انا تعبت. تخيلوا دي يعني من طلعه الصباح الساعه 5 بتوقيت جورجيا. طبعا يا جماعه المحل الاخير ده اللي انا هتكلم عنه، بس خلونا نرجع شويه كده لورا. تخيلوا يا جماعه كل الفعاليات اللي سويتها دي كلها اللي هي خلال الفيديو دي كلها في منطقه واحده اللي هي منطقه الشاطئ حقه، ولسه في فعاليات كثيره انا ما سويتها. زي ما قلت لكم كنت اركب السبيد بوت على شكل عربيه، بس الله يديه العافيه جورج قال لي ما تركبه لانه لو حصلت فيه اي حاجه حيدفعوه قروش كثيره جدا جدا. وطلعنا سفينه القراصنه، سفينه لوفي، طلع معانا جروب تركي يا جماعه. الجروب التركي الان في نفس المنطقه اللي انا فيها الان حتكلم لكم عنها. فطلعوا معايا السفينه فكانوا مسوين اجواء جدا جميله، قاعدوا يرقصوا لنا في نص البحر، فكانوا هم مبسوطين صراحه. وغير عن كده الموج عالي وواطي وشغالين شغلين لنا اغاني تركيه وبرقص انا صراحه خفت، لكن قاعد عاملين لنا اجواء زي ما بقولوا. المهم بعد ما خلصت من المنطقه ديك بعد كده توجهت لاحد المعالم السياحيه الشهيره هنا برضو في جورجيا وكمان الناس بتجيها، اللي هو بيزا سكوير، مش برج بيزا المايل في ايطاليا، بيزا سكوير هنا
في جورجيا. طبعا ما شاء الله تبارك الله الطراز المعماري في بيزا سكوير جميل جدا جدا. وقدام بيزا سكوير في كنيسه صورت عليكم من برا، ما حبيت ادخل الكنائس لانه واحد من اصحابنا الله يديه العافيه قال لي انا احاول تبعد عن موضوع الكنائس وموضوع اللي هو البيج بودا وما بيج بودا، ما تزور الاماكن دي احسن لك. فشكرا لك على النصيحه يا اخوي محمد، شكرا 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 جزيلا. وفي كمان برضو في نفس البيزا سكوير ده يعني مقابله في مناطق كده حقت اللي هي سيفونيرز وما سيفونير، لو عايزين تشتروا هدايا اشياء تذكاريه، حابين تشتروا حاجات لها علاقه بجورجيا موجوده كمان في المحلات دي. بس زي ما قلت لكم ما شاء الله تبارك الله الطراز المعماري حق بيزا سكوير رائع جدا جدا، ومن اشهر المعالم السياحيه في جورجيا اللي لازم تزوروها. وشايفين يا جماعه في الفيديو صورت لكم اللي هو تمثال حق مره ذهبيه وتمثال كده حق طفل على شكل ملاك. طبعا هم يعتقدوا انه الاطفال عباره عن ملائكه، رجول الطفل اللي هو التمثال ده بتنزل مويه. انا كنت قايل المويه دي بيشربوا منها، فدارت فلسف لكم في الفيديو اقول لكم المويه دي الناس تشرب منها عادي ومعادي، لكن جا جروب قبيل مرة سايقام اللي هو تور جايد او مرشده سياحيه، جات قالت لهم انه المويه دي يا جماعه طاهره بتبركوا بها، فكلهم قاعدوا يتبركوا بالمويه حاجه كده قريبه للوضوء، فقاموا مسحوا هنا في الرقبه ومسحوا في الوش ومسحوا في اليدين. فهم طبعا زي ما قلت لكم بيعتقدوا انه الاطفال ملائكه فعشان كده يتبركوا بالمويه دي. لكن صراحه يا جماعه المكان ساحر، وفيه طبعا كمان ستيج صغير انا اعتقد بيقيموا فيه حفلا. وطبعا عباره داخل البيزا سكوير في بارات وفي مطعم واحد اللي هو اسمه لا بروشين، اخذت من عندهم التيراميسو الايطالي اللي هو استروبري تيراميسو، واخذت من عندهم الفطيره بالبيض بالزبده، واخذت من عندهم عصير الاناناس. طبعا يا جماعه يعني ما معروف انه الاكل حقهم حيكون حلال ما حلال، هم طبعا ميين لكن برضه الواحد يتقي شبهاته. فطلبت صراحه الحاجات دي اصلا بطني مليانه، كان قبل كمان اكلت ايس كريم وفوق كمان اكلت النجد بطاطس، صراحه عبى لي بطني. وغير عن كده كان في سناكات كده خفيفه ما قاعد اصورها كثير صراحه، فالمهم الان بطني مليانه، فدي يعني زي ما تقولوا شنو تصبيره برضه لحد ما بعدين ندى ان شاء الله عشاء دسم. نجي بعد كده نتكلم على اهم حاجه في الفيديو، كم كلفتك الطلعه دي يا مصعب؟ كلفتني يا جماعه الطلعه دي حول ال 200 لاري، يعني تقريبا 75 دولار، يعني بنيجي نقول بالسعودي تقريبا 280 ريال. زي ما قلت لكم البرشوت ب 100 ريال ب 100 لاري عفوا، وطلعت البرج مع النجتس اللي هو السناكس كلفني 50، كده بقت 150. دفعت هنا الان في الاكل ده تقريبا حدود ال 50 لاري بلس، على كده في صراحه فرقات كده صغيره كده انا دفعت، يعني هي تقريبا 200 وحاجه، لكن نقول الحاجات الاساسيه 200 لاري. سيبكم من المصاريف اللي هي زي ما بقولوا شنو النسريات البسيطه دي، طبعا ما بتتحسب لانه على حسب كل شخص ونسرياته، اللي هي زي الايس كريم زي المويه الحاجات الاساسيه اللي انت بتحتاجها، غير عن كده تنقلات التكاسي الاوبر وما الاوبر. هنا شوفوا يا جماعه اغلى مشوار، اغلى مشوار انا ركبته حق اوبر ولا بولت يعني ما فات الخمسه ولا سته لاري. وزي ما انتم شايفين جيت من مدينه لمدينه كلفتني تقريبا 30 لاري. كده تكون خلصت جولتنا لليوم، اتمنى ان الجوله تكون نالت اعجابكم، واشوفكم في فيديوهات قادمه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.